لأول مرة منذ استقلال السودان عام 56 أقر البرلمان تشريعا يمنح الحق في الحصول على المعلومات بالقانون، وقد نص على تكوين مفوضية تتولى توفير المعلومات لطالبيها وإلزام الجهات المختلفة بنشر معلوماتها الضرورية. وقد استثنى 12 جهة من التطبيق واعتبرها معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة وأسرارها، وهو قانون ترى الحكومة أنه يسير في اتجاه دعم الشفافية. أول إيجابية بإذن الله تعالى حتكون هي تعديل الرانكينج في مؤسسة الشفافية الدولية، واحدة من أهم مسببات أو وضع السودان في ذيل القائمة هو عدم وجود هذا القانون. قصد من هذا القانون حق المواطن على في الحصول على المعلومات بصورة عامة. غير أن الصحفيين وهم أكثر الجهات بحثا عن المعلومات وصفوا القانون بأنه يسير في اتجاه تقنين حجب المعلومات، وقالوا إن الاستثناءات الواردة في القانون جاءت مطلقة دون أن يشير المشرع إلى معايير ضبط ما هو متاح وما هو محظور. تكريس لقبضة الدولة على المعلومات بصورة أشمل، حتى المعلومات الشخصية التي تتعلق بالأفراد أصبحت ممنوعة بنص القانون. المعلومات التي كان يمكن الحصول عليها من بعض الموظفين أو بعض المصادر داخل الوزارات الآن أصبحت ممنوعة بنص القانون. في أسئلة في القانون ده في رأيي ما تجاوبت، اللي هي من الجهة اللي بتحدد إنه المعلومة دي تكون مستثناء؟ المعلومة دي بتشكل خط أحمر، المعلومة دي ما المفروض تتنشر، المعلومة دي كده. لم تكن المعلومات المتداولة في الأوساط المختلفة الصحفية أو البحثية تستند إلى قانون طوال 60 عاما، ورغم أن القانون الجديد يأتي على أمل أن يرفع ترتيب السودان من ذيل القائمة في تقرير الشفافية الدولية، فإن الآراء تباينت حوله بشدة. قانون يمنع حق الحصول على المعلومة يعتبر خطوة نحو الشفافية رغم كثرة الاستثناءات الواردة فيه، غير أن نزاهة التطبيق تبقى هي المحك. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطة. بالقانون، وقد نص على تكوين مفوضية تتولى توفير المعلومات لطالبيها وإلزام الجهات المختلفة بنشر معلوماتها الضرورية. وقد استثنى 12 جهة من التطبيق واعتبرها معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة وأسرارها، وهو قانون ترى الحكومة أنه يسير في اتجاه دعم الشفافية. أول إيجابية بإذن الله تعالى حتكون هي تعديل الرانكينج في مؤسسة الشفافية الدولية، واحدة من أهم مسببات أو وضع السودان في ذيل القائمة هو عدم وجود هذا القانون. قصد من هذا القانون حق المواطن على في الحصول على المعلومات بصورة عامة. غير أن الصحفيين وهم أكثر الجهات بحثا عن المعلومات وصفوا القانون بأنه يسير في اتجاه تقنين حجب المعلومات، وقالوا إن الاستثناءات الواردة في القانون جاءت مطلقة دون أن يشير المشرع إلى معايير ضبط ما هو متاح وما هو محظور. تكريس لقبضة الدولة على المعلومات بصورة أشمل، حتى المعلومات الشخصية التي تتعلق بالأفراد أصبحت ممنوعة بنص القانون. المعلومات التي كان يمكن الحصول عليها من بعض الموظفين أو بعض المصادر داخل الوزارات الآن أصبحت ممنوعة بنص القانون. في أسئلة في القانون ده أنا في رأيي ما تجاوبت، اللي هي من الجهة اللي بتحدد إنه المعلومة دي تكون مستثناء؟ المعلومة دي بشكل خط أحمر، المعلومة دي ما المفروض تتنشر؟